مساكم الله بالخير وحياكم الله في برنامج اسأل القانون. نطلع عليكم كل يوم على شاشة تلفزيون دولة الكويت. أرحب فيكم أنا عبد العزيز العفيصان في حلقة خاصة للرد على أسئلتكم. نفس ما عودناكم كل يوم من كل أسبوع عندنا يوم خاص للرد على أسئلتكم في هاشتاج اسأل القانون، عشان تعرف حقوقك وواجباتك وشنو لك وشنو عليك. تابع برنامجنا، في كثير من المعلومات القانونية اللي تفيدك وتفيد عيالك وتفيد أسرتك. راح ندش على طول في الأسئلة لأن برنامجنا وقتها ضيق وأسئلتكم كثيرة. في أحد الإخوان يسأل: أنا مستأجر وصاحب البيت يبي يخليني من البيت علما بأن العقد صار له سنة ونصف، شنو العمل؟ طبعا نفس ما تعرفون أن عقد الإيجار نفس ما في حقوق على المستأجر، هناك أيضا حقوق وواجبات على المستأجر صاحب البناية أو صاحب البيت. فالقانون الكويتي أوجب على كل مؤجر إن ما يطلع أحد من السكن إلا ضمن مسوق قانوني. شنو معنات هالكلام؟ مخالفة شروط العقد، سكن عزابي وهو كاتب بالعقد أسرة، سوى مطبخ ولا سوى مخالفة للآداب العامة، سهرات، مجون، غيره، أذى الجيران، أخرج روائح، كسر وبنى بدون موافقة خطية من صاحب العقار سواء بيت أو بناية، إلى آخره من المخالفات سواء بلدية أو مخالفات للنظام العام. هني يملك المالك أن يخرج هذا المستأجر بموجب حكم قضائي. ما في شيء اسمه اطلع ويطلع إلا الأمر إذا كان ودي ورضائي بينهم، فلا تدخل ولا سلطة للقضاء على الارتضاء. بمعنى إحنا إذا متراضين بيننا، وهذا اللي إحنا دائما ندعو له في برنامجنا اسأل القانون، إنه مو كل شيء بالقانون، مو كل شيء اللجوء إلى المحاكم. كثير من الأمور، بمعنى كثير من الأمور نقدر نحلها بهدوء، بحكمة، بفطنة، بعقل. مو كل شيء تروح المخفر والنيابة والمحكمة. أشغلنا المحاكم، أشغلنا المخافر، أشغلنا الادعاء العام والنيابة العامة. كثير من الأمور البسيطة نقدر نحلها في أسرنا وفي جيراننا وفي فرجاننا. لذلك القانون والقضاء وجد لنصرة المظلوم. لما تشوف الطريق مسكر نروح هنا إلى نحتكم إلى القضاء وإلى القانون. لا يجوز لأي مؤجر أن يعني يطلع أي مستأجر عنده إلا بعد 5 سنوات لرفع الأجرة، وإلا عقد الإيجار هو عقد عند كل قانوني وكل واحد عارف بالقانون، هو عقد أبدي، ما يقدر يطلعك من البيت إلا بشيء قانوني، إما إخلاء للحاجة نفس ما قلنا، يبي يزوج ولده، يبي يزوج بنته، وهو نفسه المالك يبي يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة حسب ما كفل القانون والدستور. هني يرفع دعوة بإخلاء للحاجة ويبحث القاضي هل هناك مقتضى أن يطلع هذا المستأجر، هل هناك سبب حقيقي، ولابد في شروط أنه ما يكون عنده عقار ثاني، لا بيت لا عمارة لا غيره. لذلك ما يجوز، وهذه رسالة حق إخواني التجار أو أصحاب البيوت اللي يعني يتأثرون بالسوق لما يرتفع سعر الإيجار يبدون يطلعون المستأجرين لطمعهم في 50 أو 100 أو 200 دينار زيادة. هني هو خالف القانون وخالف أيضا العقد شريعة المتعاقدين. ننتقل حق السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: أنا اشتريت بيت بموجب عقد بيع عند مكتب عقاري ودفعت عربون 5000 دينار كمقدم لعقد البيع، وأيضا دفعت رسوم سمسرة المكتب العقاري ودفعت كل اللي مطلوب مني، ولكن للأسف وأيضا يوجد شرط جزائي 20,000 على الطرفين، إلا أن البائع أخل بالاتفاق وباع البيت لشخص آخر بسبب ارتفاع بسيط بأسعار السوق، شنو العمل في هذه المشكلة؟ أولا حسب الشريعة الإسلامية كنا مسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بمعنى أنا وياك نتفق على بيع سلعة، سيارة، أي سلعة أو بيت أو غيره، بدام تفرقنا حسب الشريعة الإسلامية وهي الشريعة الأعلى من الدستور والقانون الكويتي وهي الشريعة الأسمى واللي احنا مفروض نطبقها في حياتنا اليومية وأخلاقياتنا وتعاملنا في يعني مع زوجاتنا وأبنائنا وفيما بيننا، لكن هذا الرجل أخل. فالأساس هو حديث البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا، يعني احنا عندنا القدرة على الرجوع عن البيع قبل أن نتفرق. بدام تفرقنا وتممنا البيعة لو كلام بدون فلوس فهو شرعا تمت البيعة، فما بالك انت دافع عربون وموافق على شرط جزائي على البائع والمشتري وهو أخل. عندك طريقين: الطريق الجنائي وهو عملية النصب والاحتيال، وهذا اختصاص الإخوان في الادعاء العام والمخفر.
الاختصاص الثاني وهو الطريق المدني، تلجأ إلى المحكمة التجارية أو المدنية وترفع دعوى فسخ، إذا كنت بتفسخ العقد فسخ واسترداد عربونك أو تطبيق الشرط الجزائي حسب القانون الكويتي، لأن بالقانون الكويتي يا جماعة وهذا حكم موجود في محكمة التمييز وهو ملزم لكافة المحاكم، بدام في شرط جزائي فالشرط الجزائي يقيد الشروط اللي موجودة بعقد البيع والشراء، بمعنى دفعت عربون 5، إما تختار العربون ومثله يعني يردون لك 5000 مالتك وضعفهم تأخذ 10000، أو تترك المقدم 5 وتطالب بالشرط الجزائي وهو 20000 أكثر. خلاصة الكلام أنت من تختار طريقك، إما الشق الجزائي وهو المخفر وتوجه جريمة النصب والاحتيال عليه، أو تختار طريق المدني وهو المحكمة على طول وتطلب من القاضي إما فسخ العقد واسترداد المبالغ والتعويض أو احتكامك إلى الشرط الجزائي اللي أنت وياه رضيتوا فيه. خلوكم معانا فاصل وردي لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل وحياكم الله في برنامج اسأل القانون. نستكمل حديثنا بالرد على أسئلتكم. السؤال الثالث من أحد الأخوة يقول: زوجتي تركت منزل الزوجية بعد مشادة كلامية بيني وبينها بعد زواج دام 28 سنة، فأخذت أبنائي 3 وللأسف أخذت جميع أثاث المنزل وطلبت الطلاق، شنو أسوي؟ طبعا يحز بالخاطر أن يكون هناك علاقة ورابطة لمدة تزيد عن 28 سنة ويصير بعدها طلاق. احنا دائما نقول في دوراتنا وفي يعني برامجنا حق الشباب الصغار اللي توهم في أول 5 سنوات من الزواج لازم أنك تتحمل، لأنه ما يبين معاك هذه العلاقة أو هذه الزوجة إلا بعد ما تعدي الاختبار. الاختبار بنظرنا كمختصين هو أقل شيء 5 سنوات، يعني ما يصير تحكم على الزوجة بعد 6 شهور أو 9 شهور أو سنة. وأيضاً أنت يا زوجة من الظلم أن تحكمين على زوجك بعد سنة أو سنة ونص، لأنه ما مر بجميع الاختبارات، ما شفتي بحلوة ومرة. لكن بعد 28 سنة ومشادة كلامية، لا في اعتداء بالضرب، لا في لا سمح الله جرح، لا في يعني طرد من المنزل، مشادة كل يوم، إحنا في مشادات يعني يومية مع زوجاتنا. لذلك أعتقد قبل لا أوجه النصيحة وراح أوجهها الآن، دائماً إحنا نهدي يعني ديننا تعاليمنا أخلاقنا الكويتية قانوننا أيضا دعا إلى الهدوء. أنت لما تشوف في مشادة كلامية أنت كزوج اليوم، أنا رسالتي حق إخواني الشباب والرجال، كونك أنت عندك الكنترول وأنت اللي تصرف على البيت وأنت عمود البيت، لما تشوف خلاص هذا الكلام ما منه فايدة أو هذا الموضوع ما راح توصلون فيه إلى البر وإلى نتيجة، يا أخي انسحب، انسحب من الحوار بطريقة ذربة وتكتيكية. حتى لو تصير ذكي وتتذاكى وتسوي نفس مكالمة، تخترع لك بدعة، تقول أنا مشغول عندي دوام، انسحب واترك المرأة ببيتها وعيالها. لا تجبرون زوجاتكم على أن يطلعون من طورهم ويلجؤون إلى الاستئجار خارج يعني بيت الزوجية أو اللجوء إلى أهلهم. نعم أهلهم موجودين، ما راح يقصر أبوها ما يعني ما تحملها في بداية حياتها وراح يقطعها آخر حياتها، ولكن دورنا إحنا أكبر. لذلك إحنا الرجال ما نملك في القانون الكويتي للأسف إلا دعوة الطاعة، والطاعة بالقانون الكويتي هي مسألة تعبدية. الزوجة إذا ما فهمت شنو معنات الطاعة مصيبة، يعني ما في بالقانون الكويتي الزوجة قصب يدخلونها ببيت الزوجية إذا ما كانت فاهمة شنو الحياة الزوجية وقدسية هذه الحياة وفقه الحياة الزوجية. مصيبة، خذيت حكم طاعة ونفذت عن طريق المحكمة وقلت لها تفضلي دشي البيت وقال لك ما راح أروح أنفذ حكم الطاعة جبرا، لأن ما يجوز أصلا بالقانون الكويتي تنفيذ حكم الطاعة جبرا، شنو العمل؟ راح تلجأ إلى الطريق الثاني اللي إحنا ما نبيه وهو الطلاق. لذلك من الحكمة أي وحدة الآن طلعت هي وخذت الأثاث للأسف، لأن أكيد لقيت لها مكان تبتأثثها،
الآن أنت تدارك الأمر قبل يعني ما يقع الفأس في الرأس. تشوف أبوها، تشوف أخوها، تشوف خالها، عمها، رجل رشيد وعاقل في الأسرة الدخلة، أو أحد من أهلك يدش، وهذا المطلب هو مطلب يعني شرعي وذكر في القرآن، وطلب منا الشرع الحكيم أن كل واحد يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها. لازم نبذل قصارى جهدنا للمحافظة على هذه الأسرة. أنا ما أتكلم عن واحد صار له 3 سنوات أو 5 سنوات، أنا أتكلم عن واحد بعد 28 سنة. نعم هناك زوجات ناقصات عقل ودين، نعم هناك زوجات متسرعات، عطها مجال، خلها تفكر، خلها وخر عنها شوي، خلها تعرف دورك الحقيقي. إلا إذا أنت مو قايم بدورك فهذه مصيبة ثانية. أما موضوع الطاعة فما أنصح فيه أنك ترفع دعوة الطاعة، لأنك راح تقرب البنزين إلى النار. ولكن اسلك المسلك اللي يعني يسلكونه كل أهل الكويت، عاداتنا وتقاليدنا الطيبة. تودي أحد، تدز واسطة، دز لها مسج، دز لها هدية ونقصة، وأيام الكويت كلها طيبة. اختار لك يوم تغدى عند أبوها، عند عمك، عند عمتك، إلى آخره، لين يطيح اللي براسها وترجع بيتها وكمل حياتك. بعد 28 سنة مفروض ما تتقبل أي نصيحة من أحد، مفروض أنت القائد في المركب وتعرف تتحكم في هذا القارب حتى يصل إلى يعني اليابسة. نشوفكم على خير، تابعونا في حلقاتنا في اسأل القانون. أسأل الله يحفظكم، مع السلامة.